نتوكل ونستعين متابعينا مستمعينا الكرام بتواصل انطلاقاتنا وتحدياتنا في هذا المهرجان الكبير ختامي الوثبة لعام 2022 مع انطلاقاتي وتحدياتي سن الحقائق والأربعة كيلومترات بانتظار هذه الأسماء وهذه الشعارات المشاركة وبكل قوة لننطلق بانطلاقة شوطنا السادس الخاص بالحقائق الابكار ليتابع مقدمة الشوط ليتابع انطلاقة الشوط حيث أجد التماس عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي هو من يتقدم الأسماء وينطلق على المركز الأول الدور دور اللي على المركز الثاني اللي تجاوزت في هذه اللحظات وانطلقت جلمودة هي من تقدمت في هذه الأثناء وراشد بن علي بن شجاع بن علي آل فهيدة المري الدور دور اللي على المركز الثالث أجد شعار بن عويضان يتقدم بانطلاقة إيجاد محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الثالث والمركز الرابع سعادة عبد الله بن راشد بن حمد بن رزيني النيادي هو القادم على المركز الرابع المركز الخامس شوف الانطلاق والتحدي من الشاهينية الصغير بن محمد بن سهيل العامري على المركز الخامس والمركز السادس تقدمت جومان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري قادم بانطلاقة جومان والمركز السابع شوف القدوم والتجاوز والانطلاق من اشتعال خليفة ابو سلطان بن سالم الجابري من بدأت تشعل الامور والتحديات بينما القدوم هذا شعار بن هاشل على ما يبدو لي من الجانب الايمن يتجاوز وينطلق في هذه اللحظات ويتحرك وشعار الزعيري منطلقا بمتعبه او شعار هنا المكتشف علي بن هزيم بن محمد المسافري يتحرك هو الاخر ينضم لي هذه الأسماء المنطلقة على المراكز الأمامية ولكن العودة وين إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط حيث أجد أيضا هناك الأسماء القادمة بكل قوة الحسنة قادمة حمد بن عبد الكريم بن مزعل بن عثمان السعيد يتحرك وينطلق الشاعر يقترب أيضا هو الآخر من الأسماء ولكن العودة وين العودة وين صدارة الشوط وين مقدمة الأسماء جلمودة 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 راشد بن علي بن شجاع بن علي آل فهيدة يتقدم بأداء شجاع بانطلاقة كبيرة يتحرك على المركز الأول جلمودة جلمودة بينما اللي بالرقم واحد تبحث عن المركز رقم واحد قادمة هي سعادة لتبث السعادة والسرور بانطلاقتها بشعار عبد الله بن راشد بن حمد بن رزيني النيادي القادم شعار بن هزيم بانطلاقته بوصوله وباندفاعته متعبة هي القادمة مع الكيلو متر الأخير مع الكيلو متر الخطير علي بن هزيم بن محمد المسافري المركز الرابع التقدم من شهوب سالم بن عامر بن راشد المدوشي يتحرك بشهوب على المركز الرابع قادم هو المدهش والمركز الخامس في هذه اللحظات شوف الانطلاق والاقتراب في هذه الأثناء والتحرك من الأسماء القادمة وبكل قوة ولكن سعادة سعادة والقادمة الواصلة الحرشة جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي والمدوشي المدوشي من الجانب الأيمن يتحرك وينطلق وكذلك من ياسه خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقترب بشعاره ينطلق بشعاره ولكن شوف المحترف وانطلاقات المحترف باندفاعة شعاره على المركز الأول الحرشة 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 انطلقت بالفوز اندفعت بالانتصار جمعة بن عتيق بن جمعة الرماثي روح روح إلى الفوز روح إلى الانتصار روح إلى الناموس شعار لطالما اعتاد على الفوز وعلى الانتصارات بالمحافل الكبيرة يوم ترف الأعلام ولكن المدوشي المدوشي اللحظات الأخيرة ما بين الرميثي والمدوشي المدوشي 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 الدهشم المدوشي ولكن نعم المدوشي مع الفوز باللحظات الأخيرة شهب 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 حلت على هل الشوط كالشهب في هذا الشوط بانطلاقتها مع اللحظات الأخيرة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مشكور يا المدهش مشكور على هذا الفوز المركز الثاني كانت الحرشة جمعة بن عدي بن جمعة الرميثي والمركز الثالث كانت انطلاقة الشاهينية حمد بن عيينة بن محمد بن شير العامري المركز الرابع
السعادة عبد الله بن راشد بن حمد بن رزيني النيادي والمركز الخامس كان دخول جماعي ما بين متعبة علي بن عزيم المسافري وكذلك هناك مياسة خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. تهانينا والناموس. شوف التنافس الكبير حتى اللحظات الأخيرة حتى الرمق الأخير المدهوش ينتصر لشعاره بأداء مدهش كما أطلق عليه المدهش. شاش سلامي عليك سالم بن عامر بن راشد المدهوشي راعي عوائد وراعي إنجازات. والله هذا الشعار 5:53 7 أجزاء من الثانية. سلامي عليك يا المدهوشي سلام. راعي شهب المركز الثاني قدمت مستوى كبير وأداء مميز بشعارها الحرشة جمعة بن عتيق بجمعة الرميثي مشكور يا الرميثي مشكور ما قصرت لا والله ولا قصرت الحرشة. المركز الثالث شوف التوقيت الزمني هناك نعم 5:53 9 أجزاء من الثانية للي بالمركز الثاني الحرشة والمركز الثالث كانت الشاهينية حمد بن عيينة بن محمد بن شيرة العامري 5:55 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.